وللإضاءة على أبعاد ما يجري في فرنسا ننتقل إلى دكتور إلي حداد، رئيس التجمع من أجل لبنان. مساء الخير دكتور. بونسوار بونسوار لكم. أول شيء تعازينا لكل الشعب الفرنسي، قراءتك لما جرى، هل يحصد ماكرون ما زرع؟ حتى ما نحدد ماكرون، بعتقد فرنسا اليوم والغرب كله عم يحصد اللي زرعه بالمنطقة وبالفكر كله بالمنطق السياسي، يعني اللي دعم داعش والنصرة واللي قال انه النصرة في دو بومبولو بتوصل للنتيجة هذه اليوم لو وصلنا لها، مش بس ماكرون وحده ولكن كل هالمنظومة هالديمقراطيات الغربية اللي فتحت بوابها لكل الأفكار واللي دعمت المنظمات الارهابيه بمناطقنا واللي عم ترتد عليها اليوم، هذا توقعناه من زمان ونحكى بهالموضوع، واليوم لسوء الحظ عم نحصده، وكل مره عم بيصير عمليه ارهابيه عم بيصير في دعوه انه تغيير جذري للامور ومش عم يتغير شيء، لذلك بعدنا عمليه ورا عمليه عم تستمر هالامور بالغرب وبفرنسا بالتحديد. الاعتداء اللي صار اليوم عم يتزامن مع توتر كتير كبير بالعلاقات بين فرنسا من جهة وتركيا من جهة تانية، هو صراع نفوذ ولكن عم ياخد هيك طابع ديني. صح 100%، هلا هو الدين على طول عم يستعملوه كوسيله سياسيه، في صراع نفوذ ولكن في صراع عقيده، صراع سياسي كبير بين العقليه الفرنسيه والاوروبيه بشكل عام والعقليه التركيه يمكن الاردوغانيه بالتحديد مش بس التركيه، يلي عم بتحاول هي تستقطب وتحتل مناطق وتخرب مناطق من خلال الارهاب من خلال الدين، عم نشوفه نحن بفرنسا كل يوم هالشيء هيدا يوميا انه عم يستعملوا الدين كوسيله تيفوتوا بالمجتمع الغربي حتى يقدروا يغيروا شكل المجتمع وصوره المجتمع، والمجتمع الغربي ضعيف قدام هالدعوات هيدي، مش عم يقدر يواجه ويتحدى ويوقف هالعمليه هيدي، وهيدا المأساة اليوم. كيف رح يأثر هالاعتداء الإرهابي اليوم على السياسة الخارجية الفرنسية؟ قلت حضرتك قبل شوي إنه اللي بده يدعم داعش والنصرة هيك بدها تكون النتيجة، برأيك في تأثيرات ولا خلص اللي صار صار؟ إذا بنطلع بالتجارب الماضية، يعني هيدي مش أول عملية إرهابية بتصير بفرنسا ولا بأوروبا، عم بيكون أول مرحلة إدانة شاملة، ثاني مرحلة إضاءة شموع ومرحلة عاطفية، وبعدين ما في شيء، نسيان كامل، ونرجع بنفوت بالسياسة الخارجية وبالمحاور وبالمواقف بالوسائل البسيطة مشان نأمن سياستنا. بتأمل هالمرة يكون عن جد في اراده بالتغيير، تغيير جذري بالتعامل ان كان بداخل فرنسا ولا كان بخارج فرنسا بمناطقنا مثلا عندنا بالشرق الاوسط، مفروض فرنسا تقدر تاخذ موقف من اللي عم بيصير وما تمشي ما تدعم هالجمعيات المجموعات الارهابيه، هلا خفت كثير طبعا بالنسبه للي كان قبل، ولكن خاصه بفرنسا عليها تاخذ موقف، وخاصه قدام النظام التركي بده كمان بده موقف جدي بهالموضوع، عم نشوف شو عم بيصير بكاراباخ وبغيره، هيدا كله مرتبط بعض بالنتيجه وعم بيولد عندنا مشاكل بفرنسا وبغير محلات. دكتور هيدي مش أول مرة بيصير في اعتداء وبتكون نيس مسرح هذا الاعتداء، ليش نيس؟ كنت عم شوف إنه هي كانت معقل للجامعات المتطرفة بفرنسا، قاعدة لإلهم هونيك؟ لا ما بظن هن وين بيقدروا بيعملوا، حتى بافينيون صار بمحلات بباريس باكثر محل، حتى بضيعه صغيره كان حد الهافر كمان هجموا على الكنيسه، يعني وين بيلاقوا شخص بيقدر ينفذ لهم عمليات هون، يمكن يكون مختل يمكن ما يكون مختل، بس هو بالنتيجه بيعمل هالشيء وبيطلع بينادي وبيعمل عمليه ارهابيه. نيس لانه كمان صوره فرنسا بنيس كمان بتعرفي بتجلب سواح وغيره، يمكن كمان هيدا عم يستعملوها حتى يأذوا فرنسا اكثر واكثر بهالموضوع، الخلايا الارهابيه وين ما كان لسوء الحظ مش بس بنيس. بعد في شيء بتحب تضيفه حول هذا الموضوع؟ ابدا نحن كجاليه لبنانيه بندعم هون سوليدار بقولوا مع الجمهوريه الفرنسيه والحكومه والشعب الفرنسي، ونحن فرنسيين بالنتيجه كمان صحيح ضد هالعمليات الارهابيه هيدي، وبندعمهم حتى يقدروا يواجهوها للاخر نوصل بالعمليه حتى نقدر نخلص الغرب كله والعالم الحر من هالفكر العتيق المريض. شكرا لك دكتور إلي حداد رئيس التجمع من أجل لبنان على هذه المشاركة.